حالة إنك كنت مصري وشاهدت الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولاحظت إن الدكاترة بتشكو من إن الضحايا مصابة بحروق شديدة من الدرجة الرابعة وحروق أول مرة يشوفوها، فغالبا هيكون الإسرائيليين قاموا بعمل هجوم كيميائي على الشعب الفلسطيني في غزة. في أنواع كتيرة من الأسلحة الكيميائية ممكن تسبب الحروق الشديدة للجلد، منها غاز الخردل المعروف بالمسترد جاز، وده بيكون لونه بني أو برتقالي وعنده ريحة تشبه ريحة الثوم. ده بيكون شكل غاز الخردل. الغاز ده ممكن الجسم يمتصه عن طريق الجلد أو العينين، أو يدخل الجسم عن طريق الطعام والشراب الملوث بالغاز. بعض الآثار المرضية الخطيرة اللي بيسببها غاز الخردل إن هو مهيج قوي وبيسبب التهابات وحروق شديدة في الجلد وظهور بثور جلدية زي الفقاعات في الجلد. بيخرب القناة التنفسية، بيحرق العينين، بيورم الأجفان وبيسبب التهاب الرئتين. لما بينتشر في الجو ممكن عدد المصابين يكون أكتر بكتير من اللي سقط عليهم القذيفة. الأعراض بتاعته ما بتظهرش بسرعة، ممكن تظهر بعد عدة ساعات. أول أعراض هتظهر هو الغثيان واحمرار الوجه والعنق وألم في الحلق. بعد 6 ساعات ممكن تزيد الأعراض دي ويبتدي الجلد يلتهب وتطلع البثور على سطح الجلد، ويبتدي الجلد يعاني من حروق شديدة زي اللي في الصورة. في حالة تعذر وصولك للمستشفى أو وصول الإسعاف إليك وفرق الإنقاذ واضطريت تعمل الإسعاف بنفسك، ابتعد أنت والمصابين عن مصدر الغاز، انزع الملابس الملوثة بالغاز، اغسل العينين كويس جدا بمية لمدة 15 دقيقة، استخدم شامبو الأطفال أثناء الغسل عشان ده هيساعد على تحلل الخردل. إذا كان الجلد غير مصاب فقط تعرض للغاز، استخدم تربة فولر او الدقيق اللي هو الطحين، ده الدقيق اللي احنا عارفينه، ده مسحوق فولر وده عبارة عن حاجة تشبه الجبس الابيض اللي بنستخدمه في تكبيس الكسور، ومخلوط بيه مجموعة من المواد علشان تساعد على امتصاص الخردل من على سطح الجلد فتطهر الجلد وتمنع ان الخردل يسبب اصابات للجلد. في كمان من ادوات تطهير الجلد العبوات دي اللي اسمها RSDL، ودي بيكون جواها اسفنجة مغمورة بمواد تطهير لإزالة الخردل وعوامل الحروب الكيميائية من على سطح الجلد. إذا ما كانش أي شيء من السابق متوافر استخدم المية والصابون في غسل الجلد. إذا كانت الإصابات الجلدية طفيفة استخدم محاليل ملطفة زي الكلامين، أو لو كانت الإصابات شديدة فاستخدم مرهم السلفادايازين. من المهم جدا انك اذا كنت مدني في اي دولة من الدول العربية وكان عندك توقع ان يتم الهجوم على بلدك باستخدام اسلحة كيميائية من العدو المجرم، فيجب عليك عمل الاسعافات الاولية اللي تقدر عليها. مهم جدا انك تستخدم ملابس تقي جسمك كله من هذه النوع من الاسلحة. اذا كان في الامكان توفير الاقنعة الخاصة بالحماية من الغازات أثناء الحروب الكيماوية. عند مشاهدتك لسقوط ضحايا مدنيين أكيد بتسأل إزاي أقدر أحمي نفسي وأطفالي من مثل هذه الجرائم. مهم جدا أنك تتعلم الإسعافات الأولية الخاصة بالحروب الكيماوية. مهم جدا أنك لا تصاب بالهلع وتحاول تساعد نفسك وتساعد الآخرين، لأن ممكن يكون في مقدورك إنقاذ أرواح كتيرة.